مقتطفات من أضواء البيان. يبين، لأن أبانا في اللغة العربية هي هو طبعا الاسم ها هنا من أبانا ليس من بانا، لأنه على وزن مبين مفعل من الرباعي، ولكن أبانا في اللغة العربية تأتي بمعنى تأتي متعدية وتأتي لازمة، يعني يقال بان الشيء وأبان الشيء بمعنى ظهر، وأبانا تأتي أيضا متعدية، يعني أبانا تأتي متعدية ولازمة. فإذا كان من المبين فهو على معنى المبين، يعني الموضح، الموضح، نعم، أن الله هو المبين. وأما المبين على أبانا اللازمة فهو بمعنى البين، البعد بمعنى البين، لا بمعنى الواضح. الواضح، نعم، بأن الله هو ذو الحق البين. والبين يا شيخ بدون تشديد، البين البعد، البعد من الأضداد، يأتي بمعنى البعد ويأتي بمعنى القرب. ومن ذلك قوله سبحانه لقد تقطع بينكم في قراءة سبعية، نعم، تقطع بينكم أي تقطع وصلكم، هذا البين هنا بمعنى القرب، والبين في الأصل الفراق في أصله، يعني يأتي بمعنى الوصل ومعنى الفراق. ذكرنا الشيخ بالآية التي ذكرتم على تمامها، لقد تقطع، لقد تقطع بينكم وظل عنكم ما كنتم تزعمون، في سورة الأنعام. فالبين هنا كما ذكرتم، نعم، على هذه القراءة، لأن القراءة قراءة حفص ومعه آخرون، لقد تقطع بينكم أي تقطع الأمر بينكم.